واحدة بتقول أنا فتاة عندي 22 سنة أرغب أن أعيش بدون زواج، وليست عندي ميول نحو أن يكون لي زوج أو أطفال، أريد أن أعيش هكذا أعمل وأخدم فقط. البنت إذا لم تتزوج أمامها ثلاث طرق، إما أنها تترهبن وده مش باين عليكي، وإما أنها تتكرس لأنها بتقول أعمل وأخدم، أو أنها تعيش عادية كده. فأنت لسه صغيرة 22 سنة، ما تندريش أي ندر، قولي يا رب اللي تاكل مشاتك، وزي ما ربنا يختار لك الصالح في حياتك يبقى يختاره، وخليك تحت رعاية أب اعتراف حكيم خبير بالنفس يرشدك للطريق الصالح.